رف ريسينج من قطر من عاصمة الرياضة تنطلق الجائزة الأغلى في العالم للخيل العربية الأصيلة سيف سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. 10 أسماء تتواجد وتبحث عن كتابة تاريخ آخر. أهم الأشواط هنا في مضمار الريان في دولة قطر. الصدارة والمركز الأول والانطلاق وسحب الشوط مع التمتام على المركز الأول وعلى الصدارة لأسادة الشقب ريسينج. المركز الثاني مع مزون يتواجد في ثاني المراكز أيضا للشقب ريسينج، بينما ثالث المراكز الجواد الذي قد يكتب التاريخ، الجواد الذي لديه فرصة بالفوز بالتروبل كراون الغدير لأسادة الشقب ريسينج. رابع المراكز مع ابن الطير لوذنان ريسينج متواجد في وضع جيد في الخارج، الجواد اللي هو ابن الطير. سادس المراكز من الجهة الخارجية لدينا حريب لسعادة الشيخ أيمن بنت محمد بن خليفة الثاني، عابس في وضع ممتاز خلف الغدير تماما مع ميكيل بارزلونا لأسادة وذنان ريسينج. تتبعهم الدوحة لسمو الشيخ عبدالله بن خليفة الثاني بالشعار الأحمر والدوائر البيضاء في المركز السابع في هذه الأثناء، بينما المركز الثامن خلفهم من الجهة الداخلية لدينا اي فيل ذا بيرن لسعادة الشيخ ريم بنت محمد بن خليفة الثاني، جيل نور في آخر الجياد لسلطنة عمان، وأيضا تأخر لديفاين برنسس الشحانية. عودة للمركز الأول وعودة للمجريات التي تناسب الغدير في هذه الأثناء، فالح بغنين مع التمتام في المركز الأول وفي الصدارة، بينما مزون في المركز الثاني لأسادة الشقب ريسينج. تواجد الآن الغدير في المركز الثالث وضع ممتاز، يتبعه عابس في وضع اليد لا يزال عابس، بينما الدوحة من الجهة الخارجية تندفع الآن بكل أريحية لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. اقتربنا من لحظة الحقيقة، اقتربنا من اللحظات الأخيرة. عابس يبحث عن فجوة بالإضافة إلى الغدير الذي وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، ولكن الغدير قادم في وضع اليد. هل سيكون الفاز بالتروبل كراون؟ الخط المستقيم باتجاه خط النهاية في اليد الغدير، في اليد الغدير. الدوحة قادمة، عابس بكل قوة، الغدير إلى الصدارة، الغدير إلى الصدارة، عابس بكل قوة من الجهة الخارجية، ولكن حرك الغدير، راح الغدير، راح الغدير، أصنع التاريخ، أصنع التاريخ، أصنع التاريخ، الغدير، الشقب ريسينج إلى التروبل كراون. أيها السيدات والسادة، الغدير يكتب تاريخا آخر ويفوز بسيف الأمير ويفوز بالتروبل كراون. مبروك 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 لسعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني، مبروك لفرانسوا رو، ومبروك لكريستوف سميو تانينا. ألف ألف مبروك. Let's confirm the results of our feature race, the His Highness the Amir's Sword for Purebred Arabians. And it was a race that really didn't disappoint. Two champions going head to head up the straight, and Al Ghadir, 2 years the younger of Abbes, coming out on top. Abbes back in second, Al Doha back in third, from Feel the Burn back in fourth, and Hareb back in fifth. Al Ghadir takes His Highness the Amir's Sword for Al Shakab Racing, Francois Rojo and Christophe Soumillon. We'll be right back.
الحضور الكرام الآن نبدأ معكم مراسم التتويج. بداية بقفز الحواجز، الفائزين بسيف سمو الأمير لقفز الحواجز، المركز الثالث من الدنمارك ريكا بيليندا باركر. المركز الثاني من المملكة العربية السعودية عبد الله الشربتلي. والفائز بسيف سيدي أمير البلاد المفدى لعام 2024 من البرازيل سانتياغو لامبري. Well done سانتياغو. صورة تذكارية مع سيدي أمير البلاد المفدى. والآن مع منافسات الترويض، المركز الثالث أسماء ياسر. المركز الثاني ميشيل غريمز. والفائز بسيف الأمير لهذا العام لمنافسات الترويض جاسم محمد الكواري. والآن مع تتويج سباقات السابق. المركز الرابع في منافسات السابق عبد العزيز أحمد الخيارين. ألف مبروك. المركز الثالث محمد راشد المري. المركز الثاني عبد الله راشد الهاجري. والفائز بالسابق لهذا العام محمد فهد راشد الخيارين الهاجري. ألف مبروك للفائزين بالسابق. الآن مع منافسات السباقات والفائز بشلفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الجواد بازير الخيال لوكاس دوليزيه. المدرب بدر البلوشي. ومالك الجواد الفائز عبد اللطيف حسين العمادي. ألف ألف مبروك. والفاز بالسيف الفضي الجواد ملفت الخيال كريستوف سيميون. A picture with His Highness. Well done, كريستوف. المدرب فرانسوا رو. Well done, Francois. Big day. المالك السيد محمد بن فهد العطية. يتفضل عبد الرحمن بن فهد العطية. ألف مبروك السيف.
والآن مع جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل المهجنة الأصيلة الفائز ريبلز رومانس الخيال ويليام بيويك. المدرب تشارلي أبلبي. يتفضل السيد كريستوفر كونيت ممثلاً للمدرب وأيضاً للمالك. Well done. المالك السادة غودولفن الإمارات كريستوفر كونيت يستلم جائزة أمير البلاد المفدى عن الجواد ريبلز رومانس. Well done. ونصل وإياكم الآن إلى آخر التتويجات لهذا المساء. سيف سيدي أمير البلاد المفدى الذهبي الجواد الغدير الخيال كريستوف سيميون. المدرب مرة أخرى once again فرانسوا روهو. والمالك مالك الغدير الذي فاز بالتريبل كراون السادة الشقب ريسينج. يتفضل سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. وسعادة الشيخ حمد بن جوعان الثاني ناموس تروفي الكراون الغدير. ألف ألف مبروك للفائزين جميعا. التروفي الكراون للمرة الثانية في التاريخ الغدير الشاقب ريسينج. هذا كان الختام. شكراً سيدي أمير البلاد المفدى.